مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن ورشة عمل طبعا جديدة بعنوان الصحة، مفهوم التربية الصحية الإيجابية، مجالات توظيف التربية الصحية. طيب هنتكلم أول حاجة عن الصحة. إيه هي الصحة دي؟ الصحة دي هي حالة من التكامل البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي، ومش مجرد الخلوة من المرض والعجز، يعني إن الفرد ده لازم يكون متكامل بدنيا ونفسيا وعقليا. طيب نقول تاني او نفسر ده ان الشخص لازم يكون عندي معافى من كل الامراض، قادر ان هو يكون سوي نفسيا، متزن، قادر ان هو ياخد قرارات وقراراته دي تكون سليمة، من خلال ان هو قادر ان هو يكون صداقات، وقادر ان هو يكون علاقات اجتماعية خالية من اي تشوهات قوامية، وطبعا بمعنى ان هو يكون عنده تكامل بدني. طيب يعني دلوقتي انا اقدر اقول ان الشخص ده لازم يكون كويس من جميع النواحي. طب هو اصلا ايه النواحي اللي عند الشخص؟ يعني انا كشخص ايه النواحي اللي عندي؟ اقدر اقول ان انا عندي اول حاجه الناحيه الجسميه، وطبعا ان الشخص ده يكون عندي بيتمتع بلياقه بدنيه سليمه، ان هو يكون بيقدر يمارس رياضه. طيب دي اول ناحيه من نواحي الجسم. طيب ايه الناحيه التانيه؟ الناحيه النفسيه، ان الشخص ده يكون عنده شعور بالراحه النفسيه، ما يكونش عنده اي توتر، اي قلق، اي اضطراب نفسي بيعاني منه. طيب تالت ناحية بقى وهي عندي الناحية العقلية. طب ايه بقى الناحية العقلية دي؟ ان الشخص يكون قادر ان هو يشعر بالمسؤولية، قادر ان هو ياخد قرارات، يعني بمعنى اصح ان الشخص يكون عنده تكامل بدني. طيب احنا عايزين نعرف ايه هو التكامل البدني ده. التكامل البدني ده ان الفرد بيتمتع بعمليات حيوية سليمة لوظائف جسمه. يبقى هو دلوقتي اول حاجة ان هو بيتمتع بعمليات حيوية سليمة لوظائف جسمه، تاني حاجة ان هو يكون خالي من اي تشوهات قوامية، وبيتمتع بلياقة بدنية عامة وقوام سليم، يبقى ده تكامل بدني. طب واحدة واحدة كده ممكن نفهم مع بعض. أول حاجة يعني إيه عمليات حيوية وسليمة لوظائف الجسم؟ إن عندي وظائف الجسم إيه أصلا الحيوي اللي شغال جوه؟ إن أتأكد إن الجهاز الدوري بتاعي شغال كويس، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، كل دي أجهزة، يبقى دي كلها عمليات حيوية. كل ما ده سليم، يعني طول ما دول سلام انا كمان سليم وكويس. طيب الحمد لله. اللياقه البدنيه العامه والقوام السليم. اللياقه البدنيه العامه ان هو يكون قادر يمارس اي رياضه، قادر يمشي، قادر يتحرك، قادر يجري، قادر يلعب اي رياضه. طيب القوام السليم ان هو لا قدر الله ما يكونش عنده اي تشوهات قواميه في جسمه، زي الفلات فود، زي الراوند شولدر، كل الحاجات اللي هي ايه بنقول عليها تشوهات قواميه. طيب انا ليه عايز الفرد ده يكون عنده تكامل بدني؟ عشان الفرد ده ان هو يتمكن، ان الفرد سواء كان رياضي او غير رياضي ان هو يؤدي النشاط المطلوب منه. انا دلوقتي مطلوب مني حاجه اديها، لو انا شخص عادي طبيعي قادر ان انا ادي النشاط ده هيكون كويس جدا. طب لو انا شخص رياضي هاديه بشكل افضل كمان. تمام. طيب دلوقتي عندي حاجه اسمها الصحه الشخصيه للرياضي. طيب انا دلوقتي عشان اكون شخص رياضي لازم يكون عندي صحه شخصيه، ولازم اكون عندي حاجه اسمها تربيه صحيه. طيب ازاي اقدر اربي الفرد بطريقه صحيه؟ او ايه هي اصلا التربية الصحية اللي عند الفرد؟ ثانية واحدة بس، يعني ايه تربية صحية اصلا؟ التربية الصحية دي عموما لازم تكون نكون كلنا عارفينها. يعني هتكون ايه؟ اول حاجة انا بزود الفرد بمعلومات وخبرات ومعارف صحية اللي هو من خلالها هيتمكن من حل مشكلاته الصحية. طيب نقول تاني التربية الصحية، طيب هي تزويد الفرد بمعلومات وخبرات ومعارف صحية واللي بيتمكن من خلالها في حل مشكلاته الصحية. طب انا دلوقتي ما فهمتش برضو، يعني دلوقتي ايه المعلومات اللي انا اقدر اوفرها، او ازاي الفرد نفسه ازاي اقدر ازود الفرد بالخبرات الصحية دي اصلا، وايه الهدف من كده؟ عشان اقدر ازود الفرد بالخبرات الصحية الهدف عندي هدف عام ككل الافراد، يعني كل الافراد محتاجة يكون عندها الهدف ده. اول حاجة ان الفرد يحافظ على صحته هو الشخصية، ويحسن من حالته الصحية. يبقى دلوقتي انا كفرد، انا كاسراء بقيت كويسه وقادره احسن من حالتي الصحيه، فهكون اكون قادر ان انا ابقى مسؤول عن افراد تانية حواليا، او احمي صحه الاخرين. يعني لو عندي معلومات صحيه هقدر افيد اي حد، لو حد خبط قدامي يا جماعه حاسبه، لا ما ينفعش مش عارفه ايه كده، فانا لازم يكون عندي معلومات صحيه ليا، ومن خلالها هقدر احسن من صحه الاخرين. طب ده الهدف العام من التربيه الصحيه. طيب انا لازم احسن صحة الفرد نفسه، يعني الفرد نفسه محتاج ان هو يتحسن صحته. طب ازاي بقى احسن صحة الفرد؟ ان الفرد يكون قادر على تحسين صحته هو الشخصية،
عن طريق ان هو يعرف اسباب تعبه. يعني النهارده هو تعب من ايه، ايه اللي حصل خلاه يتعبه، ان هو يكون قادر يعرف امتى هو محتاج يرتاح. خلاص انا دلوقتي مش هقدر اكمل اي حاجه تاني ولازم اخد وقت راحه. الفرد لازم يكون عنده، يعني انا كشخص لازم اكون مسؤول عن نفسي وقادر اعرف ان انا دلوقتي محتاج ارتاح، مش عايز اكمل في اللي انا بعمله، لازم اخد وقت راحه، لازم افصل من التعب اللي عليا لاني مش هقدر اكمل بعد كده. ابقى عارف الوقت الكفايه لراحتي، يعني مثلا النوم الطبيعي 8 ساعات، فانا لازم انام ال 8 ساعات دول عشان اقدر ابقى كويس واقدر اكمل. لازم انا كفرد اقدر البيئه الهاديه اللي حواليا، يعني اللي هو ازاي، ما طبعا العيش في الصخب والبيئه المزعجه والحاجات دي كلها بتاثر على حياه الفرد، وبتاثر على السمع بتاعه، وبتاثر على دماغه، وبتاثر على كل حاجه. فهو لما يكون عنده ان هو قادر يفصل ما بين البيئه الهاديه اللي هو محتاجها ومحتاج يكون قاعد فيها ومحتاج يبقى عنده استرخاء فيها كده وهادي، فده كل الحاجات دي بتحسن من صحه الفرد. طبعا ان انا يكون الفرد عنده وعي باهميه النشاط البدني، ده اللي هو لازم يبقى، انا لازم يبقى عندي وقت كافي امارس فيه نشاط بدني بعيد عن اي حاجه، ولازم يكون طبعا عندي المام بقواعد التغذيه السليمه. ابسط حاجه الفطار الغداء العشاء، دي كلها وجبات اساسيه لازم يكون عندي فيها، ادخل فيها بروتينات وكربوهيدرات ونشويات كويسه وكل الحاجات دي، اللي هو يعني ابقى عارف كميات الاكل السليم اللي يخش جسمي، او على الاقل السعرات الحراريه اللي هتدخل جسمي وتبقى مساعداني، ولا اكل اكتر ولا اكل اقل، يعني لو ابقى عارف المظبوط على الاقل خالص. طب لو افترضنا يعني ان الفرد ده قدر ان هو يحسن من صحته الشخصيه، هيقدر يحسن من صحه الاسره حواليه. ثانيه واحده، ازاي من صحه الاسره حواليه؟ طيب عن طريق ان هو يعرف الاسلوب الصحي الطبيعي العلمي للمعيشه. يعني ايه؟ طيب يعني ايه يعرف الاسلوب الصحي للمعيشه؟ يعني ان الانسان يكون عايش في بيئه كويسه، ده اسلوب صحي للمعيشه. انه يعرف ايه الخدمات الصحيه المتاحه حواليه. ثانيه، يعني ايه المتاحه حواليه؟ انا دلوقتي لو فرد كويس وقادر ان انا اكون كويس في صحتي الشخصيه ومش مؤثر في صحتي الشخصيه، هبقى عندي معلومات كافيه ان انا ابقى اقدر افيد الاخرين. يعني لو قدر الله حد حصل له اي حاجه، اقدر اعرف ايه هي المراكز الصحيه القريبه مني، ايه هي المستشفيات. طب مستشفيات، اه طبعا، لان احنا دلوقتي بقى عندنا مستشفيات خاصه مثلا بالرمد، مستشفيات خاصه بالصدر، مستشفيات خاصه بالحميات. فانا لازم اكون عارف اماكن الحاجات دي، بحيث ان انا دلوقتي لو لا قدر الله حصل لي اي ظرف اقدر اتحرك واقدر اساعد بسرعه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو يكون عارف الشروط الصحيه للبيئه والمنزل اللي انا عايش فيه، ان المنزل ده يكون جيد التهويه، ان المنزل ده يكون بيدخل له ضوء كويس، ان المنزل ده يكون طبعا يعني محافظين على النظافه اللي جوه المنزل، طبعا ما فيهوش، خالي من الاتربه، خالي من الدخان او اي حشرات او اي حاجه ممكن تضر بالاسره بتاعتي. طيب انا كده دلوقتي شخص قدرت احقق او قدرت ان انا احسن من صحتي. طب اذا كان الفرد قدر يحسن من صحته، طب ومحيط الاسره بتاعه بقى كويس، دلوقتي هيقدر يحسن من محيط المجتمع. طب ازاي يقدر يحسن من محيط المجتمع بتاعه؟ عن طريق ان هو يكون عارف قوانين الصحه العامه للمجتمع، يقدر يعرف وسائل الحمايه. ثانيه واحده، ايه وسائل الحمايه دي؟ وسائل الحمايه دي ان هي ابسط حاجه خالص، لو الانسان ده حصل له برد، ان هو يبقى عارف ان في حاجات ممكن تحصل بعد البرد ده. يعني دلوقتي اصبت بفيروس، ان انا عندي برد او نزلت برد، الحاجات اللي تحصل بعد كده ان انا لازم اكون عندي راحه كافيه، ما اختلطش بناس كتير طبعا ان دي حاجه معديه وبتنتشر، لازم اشرب سوائل كتير دافيه، لازم اخد مسكنات للالم، لازم اخد وقت كافي من الراحه، الحاجات دي وغيرها من الحاجات الكتير. طيب تاني حاجه، ان انا احافظ على نظافه المجتمع. طب انا احافظ على نظافه المجتمع ازاي؟ طيب انا احافظ على نظافه المجتمع عن طريق ان انا ابسط حاجه احط المخلفات بتاعتي في صناديق القمامه، اللي هو انا باخدها احطها في صناديق القمامه على طول. طب انا لو ما خدتهاش وحطيتها في صندوق هسيبها بره. طب نفترض ان كان في ازاز مكسور، الازاز ده دلوقتي بقى ملوث، يعني مش بس ازاز مكسور، لا ده ازاز مكسور وملوث. طب لو دخل في رجل حد وتعور، هو دخل له ميكروب جوه جسمه بسبب التلوث ده. فانا لما اكون ملم بقواعد الصحيه بتاعتي، لا هبقى مدرك المخاطر اللي ممكن تحصل فانا اتجنبها. طيب اقدر ان انا امنع الحوادث واحافظ على البيئه واحافظ على المجتمع. طب انا هقدر امنع الحوادث ازاي؟ بابسط، ان شاء الله كود المحاضره هيكون 005، ده كود عشان نستلم بيه الشهاده، لازم نسجله عشان نستلم بيه الشهاده. نقول ان الاولاد الصغيرين اللي طالعين اقدر اعرفهم اشارات المرور، امتى يقف، امتى يتحرك، امتى يحترم المرور، كل الحاجات البسيطه دي بتاثر على صحه المجتمع عموما.
وبما اني كنت فرد سوي نفسيا وقادر اخد قرارات وشخص كويس، ودلوقتي قدرت احسن من صحتي الشخصية وقدرت احسن من صحة اسرتي، هقدر احسن من صحة المجتمع اللي انا عايش فيه. اتفقنا؟ تمام. طيب كنا بنتكلم دلوقتي عن اهداف التربية الصحية. طيب انا ازاي بقى اقدر اوظف التربية الصحية دي في مجالاتها؟ ثانية واحدة بس، هي التربية الصحية أساسا ليها مجالات؟ اه ليها مجالات. يعني لما أربي الشخص تربية صحية سليمة ده ليه مجالات؟ اه في كذا مجال عندي، ومن أبسطهم احنا هنتكلم عن 4 مجالات بس. ان التربية الصحية دي في مجال صحة الفرد، وفي مجال محيط منزله وأسرته، وفي مجال محيطه بالمدرسة، وفي مجال محيطه بالمجتمع. طيب أول حاجة في مجال صحة الفرد، صحة الفرد دايما اكون مركز ان صحة الفرد هي اساس صحة المجتمع. طيب طبعا هي هو ده مش بيرتبط ب يعني هي لا ترتبط بان الفرد يكون خالي بس من المرض والعجز، لا خالص يا جماعة اطلاقا. ان الفرد يكون عنده كفاية وكفاءة، وان هو يكون عنده كفاية بدنية وكفاية عقلية وكفاية نفسية وكفاية اجتماعية، ان هو يكون كفء من كل المجالات، يعني هو يكون فعلا فرد صحيح. طيب ايه الدليل على كده؟ الدليل على ده ان الانسان هو كائن حي وبيعيش داخل المجتمعات، والمجتمع دايما يا جماعة بي بي بن بن بنقدر المجتمعات او بنقيس مستوى تقدم المجتمع بتقدم افراده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو عند مجتمع كله موجود فيه، كل الناس اللي ساكنه فيه، الناس دي كويسه، الناس دي اطباء، الناس دي مهندسين، طبعا انا مش بقارن حاجه بحاجه يعني، بس المجتمع ده فيه ناس متعلمه، ناس مثقفه، عندها ثقافه ووعي كامل بالبيئه الصحيه اللي هم عايشين فيها، وقادرين يحافظوا على البيئه اللي هم عايشين فيها بخلاف البيئه العشوائيه. ده دي حاجه عكس حاجه تانية خالص. يعني لما قلنا المجتمع بيتقدم بما تتقدم افراده، ففعلا دي حقيقه. عشان كده عندي ان التربيه الصحيه لها اثر على الفرد. طب هي هتاثر على الفرد من ناحيه ايه؟ اول حاجه من ناحيه ان الفرد يكتسب سلوك صحي سليم، ان هو يكون قادر ان هو يعمل غذاء لنفسه، قادر ان هو يكون يعني جسده سليم، قادر ان هو يبقى معافى من الامراض. تاني حاجه ان هي بتزود الفرد بمعلومات الصحيه وبتنوعها. يعني ايه؟ يعني التربية الصحية بتاعتي دي او المعلومات اللي انا بزود بيها الافراد، او يعني دلوقتي انا لازم اعمل ندوة هنتكلم فيها النهاردة عن ان احنا ازاي نحافظ على البيئة بتاعتنا، فدلوقتي زودت الافراد بتاعتي بمعلومات وكمان نوعتها، فده اثر التربية الصحية السليمة على الافراد، على الفرد نفسه. ان انا بكون عند الفرد عادات صحية سليمة، يعني الفرد نفسه بكون عنده عادات صحية سليمة، ان هو بيكون كويس. طبعا بعدل اتجاهات الفرد وببني له عادات صحية، وبأثر بشكل عام على سلوك الفرد داخل البيئة اللي هو عايش فيها وخارج البيئة دي، لان انا قلت ان الفرد ده لو كان كويس في مجال البيئة بتاعته او في محيط البيئة بتاعته هيكون كويس بره البيئة دي. تمام. طيب التربية الصحية دي طبعا لازم تكون فيه في محيط المنزل والأسرة. طبعا دلوقتي بقى عندي فرد كويس، الفرد ده لازم يؤثر على أسرته بكل بأي شكل من الأشكال، يعني حتى هو لو قصد أو من غير قصد هيأثر على الأسرة. طب هيأثر على الأسرة ازاي؟ لازم أعرف إن المنزل والأسرة البيئة الأولى اللي بتتعهد الطفل من أول لما يتولد. أول لما بيتولد، أول فترة 4 سنين في حياة الطفل من أول لما بيتولد ده بيكون جوه المنزل والأسرة. طب ده عادي كده؟ لا طبعا مش عادي. الأسرة وقتها بيكون عليها مسؤولية كبيرة جدا إن الطفل ده يكون عنده وعي اجتماعي، عنده صحة جيدة. طبعا أنا لازم أغرس جوه الطفل ده عادات وقيم سليمة للمجتمع، فدي كلها حاجات مسؤولية على الأسرة. طيب في حاجة كمان كبيرة جدا لازم ناخد بالنا منها، إن العلاقة بين المجتمع، يعني علاقة بين أفراد الأسرة جوه بعض، يعني جوه الأسرة بيأثر على الطفل إزاي. يعني بيأثر على الصحة النفسية للأطفال، بيأثر على الصحة الانفعالية، بيأثر على علاقة الطفل بالآخرين. يعني إيه؟ الطفل ده لو اتربى في بيئة آمنة، في بيئة هادية، في بيئة فيها تفاهم وحب وود، الطفل ده يطلع طفل سوي نفسيا، وبالتالي هقدر إن هو لما يكون كبير هيكون سوي، ولما يخرج يتعامل مع المجتمع هيتعامل مع المجتمع بشكل سوي، خلاف الطفل اللي بيتربى في بيئة كلها مشاكل، كلها يعني قلة ثقة، ما فيهاش أمان، كل الحاجات دي بتأثر على الطفل، بتعمله اضطرابات نفسية. الطفل طبعا بيطلع مشوه تماما من الداخل، لأن هو ما بيكونش عنده أي ثقة في نفسه، ما بيكونش قادر ياخد قرارات، كل الحاجات دي بتأثر على صحة طفلي، فلازم أخد بالي منها. طبعا وانا بربي الاطفال لازم يبقى عندي حاجه اسمها ايه، لازم يبقى عندي قواعد سليمه للطفل، يعني في حياته اليوميه لازم ان انا ابني له شويه قواعد كده. طب ازاي؟ اول حاجه ان انا اعلمه يصحى بدري وينام بدري، دي اول قاعده. طب هو صحي بدري وينام بدري هيعمل ايه بقى خلال اليوم؟
اول لما يصحى اول حاجه بيعملها بيفطر، بعد ساعتين ابدا امارس رياضه. فدي حاجات المفروض تكون بديهيا كده ثابته في حياه الاطفال. طيب بعد ما امارس رياضه اعوده ان هو يبدا ان هو يتعلم الاستحمام بالماء الدافئ والصابون. طب اللي هو دلوقتي هو خلاص مارس رياضه وخد الشاور بتاعه والدنيا بقت تمام، خلاص ايه اللي هيحصل تاني؟ اللي هو بقى ايه، ابدا ازود في الرياضه حاجه والوقت الترفيه للطفل حاجه، يبقى عنده وقت ترفيه ان هو يمارس فيه. طبعا اسيب له مساحته الكافيه خالص ان هو يمارس فيه العاب الاطفال نفسها، اللي هو الطفل بيلعب عادي بيلعب مع نفسه وكده. طيب القيم التانية اللي اقدر اعملها ان انا لازم اخلي لكل طفل منشفه خاصه بيه، اللي هو الفوطه الشخصيه بتاعته. الطفل كل طفل في البيت او كل فرد في افراد الاسره ليه منشفه خاصه بيه. طيب من الحاجات اللي انا لازم اخليها او اخد بالي منها جوه بيتي ان انا دايما اكون البيت جاي للتهويه، ان انا افتح الشبابيك والنوافذ بتاعتي بشكل متكرر، ان انا طبعا ما اخليش الطفل يشاهد التلفزيون عن قرب، لازم اخلي فيه مسافه بينه وبين الموبايل او التلفزيون بحيث ان هو ما يكونش قريب منه بدرجه كافيه، لا اخلي مسافه كويسه. طبعا من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنربي الاطفال ان انا البسهم لبس واسع ولبس مريح ولبس مناسب لجلدهم. ايه اللي انا بقوله ده؟ لبس واسع ومريح، لان اللبس الضيق طبعا بيعيق حركه الاطفال، مش قادر يتحرك، ممكن يعمل ان هو يخنقه فيوقف الدوره الدمويه في جسمه، فطبعا دي حاجات كلها احنا في غنى عنها. طيب ايه تاني ممكن اوظفه للاطفال؟ ان هو يكون اللبس مناسب لجلده، يعني في ناس بتحسس من الصوف، فانا ابقى عارف ان ابني مثلا بيلبس قطن، او ان انا ابقى واخد بالي من نوع الخامات والقماش اللي بيحب يلبسها ابني. تمام. طب دلوقتي بقى الطفل عندي اتربى في بيئه صحيه كويسه واول 4 سنين من عمره، وبدات اديله عادات صحيه سليمه، بدات اوفر له بيئه امنه، بدات اوفر له بيئه هاديه قادر ان هو يكتسب فيها مهارات. ان انا عندي مهارات اللي بيكتسبها الطفل اول لما بيتولد دي، مثلا ان هو بيمشي بيلعب بيتحرك في المكان، بيتعلم الحاجات البسيطه خالص من الطواف وكل هو المشي الجري الركل الحاجات البسيطه كده. هيبدأ بقى الطفل ده يخرج من مجتمع أسرتي أو البيئة الصغيرة بتاعتي، ويبدأ بعد 4 سنين يخرج للعالم، هيروح المدرسة. طب المدرسة بقى هيعمل ايه هناك؟ لازم يبقى عندي وعي كافي ان المدرسة مستحيل تحل محل الأسرة خالص، هي بتساعد الأسرة للطفل ده يطلع سوي، ان انا أبدأ يبقى عندي شاب كويس أو نشأ كويس. طب ازاي ده هيحصل؟ ان أول حاجة المدرسة بتحقق برامج للأطفال، برامج حياة صحية سليمة. ازاي؟ ان هو بيبدأ عنده وقت للترفيه، وقت للدراسة، وقت للبريك بتاعه، وقت ان هو بيستلم فيه التغذية بتاعته، الحاجات دي كلها. طيب ده كلها حاجات بتكون مسؤولية كبيرة على المدرسة. المدرسة كمان بتوفر لي رعاية صحية شاملة، يعني المكان اللي بيحصل فيه أكبر اختلاط للأطفال واللي اختلاط للبشر عموما، يعني الجامعات والمدارس. فهي المدرسة لو مش قادرة تاخد بالها إن الطفل ده مصاب بحاجة ولازم أعمل له عزل، إن الطفل ده مثلا بقى كويس فأنا أقدر أدخله تاني مع الأطفال زمايله أو مع صحابه أو كده، فده كل دي حاجات مسؤولية المدرسة، لأن ده بيكون أكبر مكان فعلا للاختلاط. طبعا من المسؤوليات اللي بتقف عندها المدرسة ان هي طبعا بتعمل نشر وعي البيئة، وان البيئة تكون نظيفة وامنة، وان هي طبعا مسؤولية كبيرة ان المكان اللي هيلعب فيه الاطفال يكون امن، ما يكونش فيه اي عوائق، ما يكونش فيه اي حاجة ممكن تعرض الطفل للخطر للاصابات. كل ده بتكون حاجات كبيرة جدا للمدرسة، وده غير طبعا الدور الاساسي في المدرسة وهو نشر العلم، يعني هو مكان اساسي لنشر العلم. طيب دلوقتي انا خلصت دور الصحة الشخصية للفرد، ان هو ازاي يحافظ على نفسه ويحافظ على صحته، وان هو يكون عنده قدرة ان هو يتحمل مسؤولية الاخرين. تاني حاجة خلصتها ان الاسرة والمنزل في اول 4 سنين من عمر الاطفال بيعملوا معاه ايه، وايه الحاجات اللي بيعملوها، ودور المدرسة كمان مع الاطفال وكده. طيب دلوقتي نيجي بقى ايه، ان التربية الصحية في محيط المجتمع. طب يا جماعة نفكركم تاني ان التربية الصحية دي مجموعة من المعلومات كده انا ببدأ اربي عليها الناس بحيث ان هم يكونوا ناس اصحاء، ناس يكونوا كاملين وواعيين وكده. طيب لازم اتاكد ان في علاقه كبيره قوي بين الشخص يكون صحته كويسه والنمو الاقتصادي. طب نقولها ازاي دي؟ ان انا دلوقتي كل ما الشخص عندي كان كويس كل ما النمو الاقتصادي عندي كان كويس، دي علاقه طرديه بينهم. ليه؟ لان انا لو عندي شخص مريض او طبعا مشوه قواميا او في اي مشاكل،
مش هيبقى عندي دخل او انتاج اقتصادي كويس، فهتبقى عندي اللي هو ايه، المعادله مش موزونه. انا يعني عشان اقدر احقق دخل اقتصادي كويس فبيكون عندي ناس اصحاء وكفء. طيب المجتمع بقى بيقع على عاتق المجتمع حاجه اللي هو ايه، لازم المجتمع يوفر رعايه صحيه شامله للطفل او للبشر عموما من لحظه الولاده وحتى لما يموت. طب ده بيحصل ازاي؟ ان هو دلوقتي بينشر ثقافة صحية للأمهات وأولياء الأمور. طب ايه هي انواع الثقافة الصحية؟ التغذية الصحية السليمة، ان دلوقتي اول لما الطفل اتولد لازم اول 4 شهور من عمره ان هو بيكون بي بي بيكون في وقت الرضاعة، تمام؟ طب هو دلوقتي دول 4 شهور، بعد كده ممكن ابدا ادخله اكل. طب ايه هي انواع الاكل اللي ممكن تدخله؟ طب ايه انواع الاكل الممنوعة؟ طب ايه الحاجات اللي اديها له وايه الحاجات اللي ما ادوها له اللي ما امنعها عنه؟ كل الحاجات دي بتكون على الأمهات وعلى أولياء الأمور بشكل كبير، بس المجتمع لازم يوفر الثقافة دي لأولياء الأمور طبعا، عن طريق ان هو يعمل حملات توعية ونشر الثقافة ويعمل لافتات، وعن طريق طبعا الحاجات اللي بتهتم بتنظيم الأسر والحاجات دي كلها. دي أول حاجة. تاني حاجة ان ازاي يتعامل مع الحوادث. يعني ايه؟ يعني لا قدر الله الاطفال عندي ممكن في اي لحظه يقع جوه البيت او بره البيت، فانا ابقى عندي وعي كافي وسرعه استجابه ان الطفل اتخبط قومي الحقيه على طول، او قوم الحقه او ايا كان، اللي هو يعني ابدا اتعامل على طول مع الطفل. طيب تالت حاجه ان المجتمع لازم يكون عندي بيوفر لي وسائل النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه عندي يعني حاجه كبيره جدا، ان هم يكونوا عاملين مثلا زي حملات توعيه باهميه النظافه الشخصيه، بان الشخص يكون مسؤول عن نفسه، وكتير من الحاجات دي ان هو يوفر لي بيئه امنه، بيئه امنه من كل حاجه، يعني طرق كويسه مرصوفه، شوارع كويسه، الهواء مش ملوث، الميه نظيفه، والحاجات دي كلها. النمو الطبيعي لازم عندي ثقافه لنمو الطفل، النمو الطبيعي للطفل. يعني اول 5 سنين بيكون وزنه قد ايه مع طوله، شكله بيكون عامل ازاي، رجله، لان في الوقت ده بيبدا يظهر عندي يا جماعه الشغلات القواميه. لازم اخلي بالي من الطفل في السن ده بالذات، اللي هو لا خلي بالك يكون عنده فلات فود ممكن نقدر نعالجه، يكون عنده تقوس في اول 5 سنين من عمره بقدر اعالجه، بعد كده لازم تدخل جراحي وعمليات وحاجات كتير جدا. فانا لازم اكون عندي وعي شامل بالنمو بتاع جسم الاطفال، ابقى واخد بالي ان هو لا عنده نحافه، لا عنده سمنه، لا لازم ازود اكل، لازم اعمله تحاليل اتاكد ان هو كويس، وغيرها من الحاجات دي. النمو العقلي الاطفال، اخر حاجه عندي النمو العقلي الاطفال، ان الطفل ده ازاي اقدر اعرف ان هو بينمو بشكل كويس، ان هو لازم يلعب، لازم يتحرك، لازم يبقى بيستجيب لكلامي، بيسمع كلامي. اهم حاجه لو احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها، ان الطفل ده يكون بيكسر لعبه، بيكسر لعبه، يعني قادر ان هو يكتشف الحاجات اللي جواها، عنده فكر، قادر ان هو يكسر، يعني قادر ان هو يبتكر حاجات تانية. يبقى انا لازم اتاكد من كل الحاجات دي. تمام، اخر حاجه نتكلم عنها في المحاضره بتاعه النهارده، ان لازم المجتمع يوفر لي وقايه. يعني ايه بقى هيوفر لي وقايه؟ عن زي ايه مثلا؟ زي تطعيمات. ايه التطعيمات اللي ممكن اخدها؟ مثلا تطعيمات ضد شلل الاطفال، تطعيمات ضد الحمى، تطعيمات ضد الفيروسات اللي ممكن تصيب الاطفال وهم في عمر صغير. كل دي تطعيمات. ابسط حاجه خالص يا جماعه تطعيم زي فيروس كورونا، كل دي حاجات المجتمع هو اللي بيوفرها لي. طب دي مسؤوليه مين بقى يا جماعه؟ دي مسؤوليه اولياء الامور اللي هو الاب والام، مسؤوليه المدرسه، مسؤوليه وزاره الصحه، لان هي وزاره الصحه هتوفر التطعيم ده او المصل ده، فهبلغ بيه المدرسه. كل الاطفال اللي جوه المدرسه هياخدوه. طب الاطفال الاصغر من كده اللي هم اصغر من 4 سنين، هبدا دلوقتي وزاره الصحه هتعمل لي حملات اللي هو يا جماعه في تطعيم لازم تطعموا ولادكم وكده. فدي مسؤوليه على المجتمع بشكل كبير، يعني او على وزاره الصحه عموما. مكافحه الحشرات، يعني وزاره البيئه لو في اي حشره مضره لازم ابقى عندي وعي بيها، لازم اوفر وقايه منها، لو او على الاقل اوفر مصل لو الحشره دي اصابت الانسان او الدوده دي او الحاجات دي كلها، يبقى انا عندي علاج ليها متوفر. طبعا لازم يكون عندي مراقبه على الاكل اللي انا هاكله، المطاعم اراقب الجوده، الاكل اللي هيخرج للناس ده يكون بشكل كويس، لازم اكون الوجبه اللي المطعم هيقدمها تكون وجبه غذائيه سليمه 100%. طبعا ده مش متوفر تماما يعني، بس لازم يبقى عندي رقابه على المطاعم والحاجات دي. لازم الدوله او المجتمع اللي انا عايش فيه يوفر لي مياه شرب صالحه او تصلح للاستخدام الادمي، ما تكونش مخلوطه باي حاجه، ما يكونش فيها كلور، ما يكونش فيها حاجات تانية، شوائب او اي حاجه من الحاجات اللي هي مش كويسه دي. طيب اخر حاجه ممكن المجتمع يقدمها لي ان هو يعمل لي فحص طبي دوري كل 6 شهور، كشف طبي شامل للناس اللي موجوده جوه المجتمع. طيب فاضل حاجه بسيطه هنتكلم عنها، وهي ان المجتمع لازم يوفر لي علاج.
طب المجتمع يوفر لي علاج ازاي؟ عن طريق مراكز الصحة اللي موجودة، عن طريق المستشفيات، عن طريق الرعاية الصحية الشاملة، عن طريق ان انا دلوقتي اوفر علاج او اوفر اطباء كفء يقدموا لي العلاج، ان انا يكون عندي اطباء كويسين جدا على مستوى عالي، بحيث ان هم يكونوا موجودين دايما معانا، ان انا اقدر ازود المجتمع او المستشفيات بتاعتي او المراكز الصحية بتاعتي بأدوات حديثة للتشخيص. يعني ان انا دلوقتي عندي ادوات كويسة جديدة اقدر اشخص بيها المرض واعرفه بسرعة واقدر اعالجه بسرعة والحاجات دي كلها، واقدر اكتشف المرض في بدايته. ودي طبعا كانت حاجات بسيطة جدا نقدر نتكلم عنها، طبعا في كلام كتير جدا، بس النهاردة بتكون انتهت المحاضرة، وان شاء الله يعني نقابلكم في محاضرات تانية على خير يعني بإذن الله يا رب كده.